تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي اوروبا اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. حلقتنا اليوم بعد ما انجلترا اصبحت احد المرشحين الحقيقيين لللقب بعد ما اطاحت بالمانيا، ليكتمل خروج افراد مجموعه الموت، ليكتمل خروج افراد بطل العالم 2014 و2018 وبطل اوروبا 2016، وكانه عندنا طرف جديد ناوي يتوج هذه السنة. انجلترا الفريق القوي دفاعيا اللي ربما هجوميا ما بيتميز بالكثافة، يعني مثلا اليوم بالشوط الثاني سجلوا مرتين، لكنهم بالدفاع بالانتظام والتنظيم اللي عندهم في خط الوسط وخط الدفاع وخط الهجوم اللي بيضحي دفاعيا دائما قادرين يحموا شباكهم، ولما يحموا شباكهم بكونوا محتاجين هفوا من الخصم وبيسجلوا. ومع تنوع الأسلحة ما بين دكة مختلفة عن اللاعبين الأساسيين والأطراف السريعة اللي عنده، ممكن دائما يقدر يوصل الكرة ويسجل. ساوثغيت ممكن الجماهير مش مستمتعة فيه، ممكن الجماهير مش مقتنعة فيه، لكنه حتى الآن رسالته للجميع أنا بفوز، أنتوا شو إلكم عندي. لو جينا سألنا كيف انجلترا اليوم هزمت ألمانيا، المسألة ما كانت كثير معقدة، وزي ما حكيت في المقدمة بنتكلم عن فريق سدد مرتين بس بالشوط الثاني وسجل. ولو كنا منطقيين أكثر، لو مولر سجل الانفرادة أو التصاروخية اللي جاءت في بداية مطلع الشوط الثاني ألمانيا، لربما المباراة كانت عم تنتهي بالتعادل. بس وين قدرت انجلترا فعلا تخلي ألمانيا بلا أنياب تماما اليوم؟ قدرت بذلك بقوتها الدفاعية مبدئيا، قدرت بذلك من الخطوة الأولى. ثلاث مدافعين ألمانيا عم بتم مراقبتهم بشكل كأنهم مهاجمين من قبل مهاجمين إنجلترا، وبالتالي كانوا عم يهربوا عم بيطلعوا الكرة على الأطراف بدل ما يمرروها لكروس وغوريتسكا. ومن هون أصبح كروس وغوريتسكا دورهم بصناعة اللعب، دورهم بإدارة المباراة محدود جدا، فالجودة الأكبر عند ألمانيا مقابل الجودة الأضعف عند إنجلترا في العمق من حيث الكرة طلعت من اللقاء، وهذه كانت الضربة الأولى. على الأطراف لوكشو وتريبيه قدموا مباراة عظيمة مقارنة بكيميتش وغوسنز، تفوقوا عليهم من الناحية البدنية ومن ناحية السرعة. ومن جهة كيميتش الظهير الأهم في ألمانيا كانت الضربة مرتين بهدفين. نتكلم إحنا هون حتى الآن عن خط دفاع ألمانيا، خط مش قادر يتواصل مع عمق خط وسطه، عم بيطلع على الأطراف. هون كان في مشكلة تانية، غياب جنابري ودخول فيرنر ومولر وهافرتز خلى الفريق كله بالعمق. يعني تكلمنا العمق مقطور عليه بالمهاجمين، وزاد على ذلك انه محورين وسط انجلترا كانوا قويين بدنيا، كانوا مضحين بدنيا، ضاغطين بدنيا على كروس وغوريتسكا لما تكون معهم الكرة، فالعمق قتل. فهجوم ألمانيا أصبح كأنه خارج اللقاء، لأنه هذه المنطقة محرمة إنجليزية كسبوها. هذا الشرط الأول وهذا السبب الأول في فوز إنجلترا. السبب الثاني معركة الرتم، معركة الرتم دائما في المباريات الكبيرة هي الأساسية. في فرق بتحب تلعب بالرتم السريع زي ألمانيا، وفي فرق بتحبش السرعة وبتخاف تعمل حوادث أو تأخذ مخالفة زي إنجلترا. وإنجلترا كل ما سرعت بالعادة دائما بتصير عندها هفوي هون أو هفوي هون أو كرة بتنفقد هون، وبالتالي ما بتحب هذا الرتم. وانتصرت اليوم بشكل ساحق وواضح بأنها تحافظ على الرتم اللي بدها إياه، الرتم المتوسط السرعة، الرتم المتوسط السرعة المايل للبطيء بعض الأحيان. وهون ألمانيا بلشت تفقد جزء من أسلحتها، سرعة أطرافها ما إلها معنى، سرعة فيرنر ما إلها معنى، لأنه المباراة عم تنشد لتحت، المباراة عم بتضلها بطيئة. قدر ساوثغيت يهزم لوف في معركتين، معركة أريحية اللعب منعه يلعب، وأما معركة السرعة أيضا منعه يلعب بالسرعة. بنفس الوقت لازم ننتبه، لأنه عندنا لاعب زي رحيم ستيرلينج قبل البطولة كنت أقرأ بكثير صحف والله إجريليش سانشو فلان، لكنه هذا الرجل دخل البطولة ونجح، وبذكرني كثير في ألان شيرر 96 قبل البطولة ما كان عم يسجل أهداف وكان في مطالبات إنه شيلوه من المنتخب، وطلع هداف البطولة في تلك النسخة. منتخب إنجلترا مش ذلك المنتخب اللي بتستمتع وأنت بتشوفه، عشان نكون صريحين، لكن لما تيجي تطلع لما نزل جاك جريليش خيار فني مميز مختلف عن مساك الموجود، ولسه عندهم سانشو، منتخب عنده خياراته، منتخب عنده قدراته، عنده خبراته المتنوعة، بس مش ممتع. لكن في كرة القدم الناس بتتذكر شيء واحد، حامل اللقب. الآن إنجلترا ما أعتقد أنه من حيث الجودة تحديدا في منتخب آخر في البطولة بتشوفه هي أعلى منها، لا بتشوفهم كلهم نفس المستوى بعد المفاجأة الكبرى اللي عملتها سويسرا وأخرجت فرنسا. فما حدا بيعرف وما بنقدر نحكم، الكرة الدولية مشكلتها الحقيقية مش عم تقدر تحكم من دور لدور. هذه الأيام فجأة الفريق المرشح بيطلع بسهولة، وفجأة الفريق اللي أنت مش متوقع منه شيء بتشوفه رايح وجايب اللقب. بالنسبة لألمانيا أنا مؤمن أنه في جيل ألماني جيد وفي جودة ألمانية موجودة،
لكن مؤمن ايضا انه يواكيم لوف من 2016 ما كان لازم يكمل. من بعد اليورو 2016 وانا بشجع المانيا الفريق بلش يفقد شيء، راح على مستوى اخر من الفلسفه الاوفر، التعقيدات، طريقه اللعب اللي انا مش قادر اتصورها لمنتخب معروف عنه انه نظامي ومنظم عملي وبيلعب على اساسيات صحيحه. جاء مدرب شوي بالغ شوي بعد كاس العالم، اليورو كان شكله جيد لكن ما اجى ب 2016، بس بعد ذلك راح لخط اخر. اعتقد ربما كان لازم التوقف هناك لانه كان لسه في بقايا من الجيل الذهبي الاول، وكان ممكن دمج الجيل الجديد بطريقه افضل لو جاء مدرب قاد المشروع من 2016 ل 2022. يواكيم لوف عمل الشيء المهم لالمانيا، جاب كاس العالم وعملها بطريقه اعجازيه في امريكا الجنوبيه، لكن ممكن اتاخر خروجه وخلى شوي في غصه تجاهه بدل ما تكون نظره شكرا يواكيم لوف. الجوده الالمانيه في لاعبين عندهم جوده وفي شباب طالعين عندهم جوده، فانا ما بخاف على المانيا للمستقبل هذا الاكيد، لكن الاكيد انه المانيا من 2017 تقريبا زي ما حكيت لليوم بعيد كثير عن المانيا المرعبه. اليوم كان في فرصتين تحديدا، فرصه مولر اللي هي اليورو عقدته التاريخيه ما اجت، وكانت هي تحول اللقاء. وصلنا لنهاية حلقة سيلفي أوروبا، كنت معكم أنا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام، وضروري جدا تتابعونا على سيلفي سبورت في اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.